جرحى على قارعة الطريق، مشكلة لا تزال تهيمن حتى اليوم على أجندة الحكومة المنشغلة عن جراح المقاتلين في جبهات الدفاع عن الشرعية. يقول المحتجون هنا إن الحكومة الشرعية تتعامل بإهمال مع جراحهم رغم الضغوط الكبيرة التي لم تتوقف تجاه هذه القضية. مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية قدم دعما كبيرا للجرحى، لكن هذا الدعم يتم ضمن سقف لا يعفي جرح الجيش والمقاومة من مجانية إجراء العمليات في المستشفيات المدعومة من المركز كما يقول هذا الجريح. نوجه نداء للسلطة المحلية مثلا بمحافظ المحافظة الأستاذ علي المعمري بأن يلفت الجرحى لفتة كريمة حتى وإن كان غير موجود في تعز، ولكن يلفت على جرحى تعز، جرحى تعز بحاجة ماسة إلى لفتة كريمة لكي يعيدوا طاقتهم ويعودوا إلى الجبهات. فقط هذا ما يريدونه، لا يريدوا جزاء ولا شكورة ولا يريدون أي شيء، يريدون تضميد جراحهم والعودة إلى الجبهات. هذا ما يريدوا جرحى تعز، علاجات غير موجودة، كل يعني أدوية غير موجودة، عمليات تدفع 50% حتى في المستشفى المتعاقد مع مركز الملك سلمان نفسه. لا يوجد أي اهتمام بالجرحى باعتبارهم جرحى ضحوا بدمائهم لأجل هذه السلطة أن تعود أن تمسك كرسي الحكم. بعض هذه المستشفيات أغلقت أبوابها أمام الجرحى بسبب انتهاء عقودها مع المركز وبعض المنظمات الدولية، ما يبقي مأساة الجرحى مفتوحة على المزيد من المعاناة. الجرحى الذين تتطلب حالاتهم السفر خارج البلاد وهم كثر يعانون من مضاعفات خطيرة، وانتظار إجراءات الحكومة الروتينية يعرض جراحهم لخطر التعفن. الرئيس هادي ورئيس حكومته ومحافظ تعز مطالبون شخصيا بتحديد موقف واضح من عبث التعامل مع ملف الجرحى، فلا يعقل أن يضحي هؤلاء بأنفسهم ثم تتلكأ الحكومة في تضميد جراحهم وهو من أوجب واجباتها.